ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شوربة الزبادي بالرز دي جديدة، ولكن الطعم يجي منين؟ الزبادي عندنا مشكلة معاه، لما بيتعرض لدرجة حرارة أو للسخونة بيبرغل منك وميبقاش شكله لطيف، ولكن وجود النشا أيا كان بقى، نشا الذرة نشا الرز، بينقذنا من الموقف ده. المقادير على الشاشة معانا. رز مصري يعني كوباية نص كوباية حسب عدد أفراد الأسرة. معانا من الزبادي العرض اللي هم 6 علب مع بعض تقريبا، ومعانا مكعبين من الزبده وبصلايه ناعمه وفص توم حلو وشويه بقدونس حلوين. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ناخد طاسه كده على النار، في ميه بتغلي معايا، خليها على جنب كده، وتعالوا ازاي نشوف نعمل شوربه الرز بالزبادي. الشوربه دي للامانه شوربه صحيه 100%. حلو قوي. اول حاجه بحمر بصله من غير ما تاخد لون. حلوه دي يا عم الشيف، ازاي احمر بصله من غير ما تاخد لون؟ ده مهم جدا. كده النار معايا زي الفل، بحط هنا معلقه زيت صغيره مش كتير. تستخدمي بقى زبادي كامل الدسم او قليل الدسمه، دي بتاعتك، ده موجود وده موجود. معانا البصلايه عشان تتحمر معايا بسرعه، بحط لها مكعب زبده، دي مدرسه المغازي اهو، زبده مش سمنه. وجود الزبده مع معلقه زيت لتحمير البصله بتنقذنا من الوقت. نبص على العجينه ونشوف حلاوتها وجمالها. يا جماله، بص شوف العجينه بالله عليك. العجينه هنا بتستوي، انا عايزها تبقى مقرمشه كده ولطيفه. بص عليها، خدت لون، هي دي بدات تاخد لون معايا زي الفل. بص عليها، حلو. تعالوا نقفل الفرن بتاعنا ونسيبها كمان دقائق معدوده. بصلايه اخبارها تحمر على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والبصلايه بتتحمر. توابلنا هنا بسيطه وسهله، ملح وفلفل وشويه كركم، بس ملح وفلفل وشويه كركم. لا هنحط لا كمون ولا كزبره. الكمون والكزبره ما ينفعش مع الزبادي. ملح وفلفل وقليل من الكركم عشان يبقى لونها اصفر كده ولطيف وجميل، لون ذهبي. شايفه الحلاوه دي كده؟ نحط الفص التوم بتاعنا. الشوربه دي بهديها لكبار السن، لامهاتنا. شوربه صحيه 100%. يعني وجود معلقه الزبده دي مش حكايه، ممكن نستغنى عنها. هتقفي شويه تحمري في البصله مفيش مشكله، وتصفي الزيت بعد كده. والرز امن يعني مفيش اي مشكله منه. خلي بالك احنا اللي بنعمله بقى بالسمنه البلدي والرز المعمر والرز المدسوس والجو ده كله، ولكن الرز لوحده كده بشخصيته كده امن. هناخد شويه الرز الحلوين دول كده، كفايه كفايه، ونقلبهم مع البصله والتومه لغايه لما يشربوا منها. شفت الجو ده كده؟ تقليبه حلوه كده، البصله والتومه مع الرز مع الزبده، وانا شغال كده زي الفل. بحط البهارات، شويه فلفل صغيرين، شوية كركم صغيرين. معانا الكركم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص، ونقلب تاني. فكرة حلوة دي يا عم الشيف، تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا من الماء المغلي جاهز، بسم الله الرحمن الرحيم. ميه بتغلي على النار، ننزل كده. الله الله على الريحه الحلوه، كانك بتعملي رز بلبن. زودوا الميه ما تخافيش. نعم يا غالي، اصبر على رزقك، اصبر على الحلو تاكله عسل زي ما بيقولوا. الرز يستوي خالص، بننزل بالزبادي تقليبة والتانية خلصت الشوربة.
اوعي تحط لا نشا ولا بيض، لان معانا الرز هنا حصانه للزبادي. حصانه من ايه؟ ان الزبادي ما يبرغلش. المصطلحات اللي بقولها دي مصطلحات نادر تسمعيها، بتيجي من الخبرة الطهوية والثبات الطهوي. بس ايه هو الثبات الطهوي؟ ثقتك في شغلك اللي انت بتعمليه. انما لو نستخدم الزبادي لوحده فلازم نحط نشا وبياض بيض. نشا وبياض بيض ليه يا عم الشيف؟ علشان يبقى ده عاملين كبيبة باللبن، شيش برك لبن امه، شكرية. دي كلها اكلات داخل فيها اللبن. هنسيب الرز هنا يستوي بالشكل ده كده وننساه شوية. عندنا زيت شديد الحرارة بيسخن معايا هنا، ربنا كرمنا وزي الفل. حابب تطلع فاصل مخرجنا الجميل ولا تشوف البيتزا وانت طالع؟ زي ما تحب انا معاك. شوف الرز، شوف الرز وصل لفين. شوربة الرز بالزبادي. متزعلنيش، تعالوا مع بعض ننزل بالزبادي بتاعنا. وقلنا اتفقنا مع بعض انزل بالزبادي مع النشويات بتاعته، نشويات الرز كفيله تحميلي الزبادي. يلا بينا. شوف الحلويات دي كده، بص على الرز الاول، شوف الرز. يلا. تمام زي الفل، الرز هنا مستوي. هو ده، دي الشوربه اهي. ننزل بيه كده. كمان مره بقول الشوربه دي بهديها لحبايبي وتاج راسي كبار السن، امهاتنا ابهاتنا، نعمل لهم اكله صحيه وفي نفس الوقت هيلسي بنسبه تقريبا من 80 ل 70% للامانه. الله على الشوربه دي، شوف القوام ده كده. الله، فيها كل حاجه، بروتين هتلاقي، نشويات هتلاقي، كربوهيدرات هتلاقي، حب هتلاقي، كل ده. ده عايزه ايه يا عم الشيف؟ شويه بقدونس مش كزبره، او ممكن كزبره. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نوصل للطعم الاصيل. الهوت دوج عملناه بفكر جديد، عملناه بيتزا. الشوربه اللطيفه الحلوه اللي بتتكلم مصري بوجود الرز المصري مع زبادي، قيمه غذائيه عاليه جدا. الصوره على الشاشه تتكلم عن نفسها. معانا ارنبيط كريسبي لطيف، قدمنا معاه المره دي مايونيز، ممكن انت تقدمي معاه كاتشب، تقدمي معاه توميه، تقدمي معاه سلطه زبادي بالخيار، زي ما انت حابه. يعني من الاخر الاكلات الشتويه عندنا كل يوم مختلفه الشكل والطعم، يعني رؤيه فن ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.